السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد، تحدي لا مقلب جديد يا اخوان. اليوم عندنا مقلب بجاد واياد وجنى لاول مره في تاريخ القناه. مقلب اليوم يا اخوان حيكون بجاد واياد وجنى. فكره المقلب سريعا انه على اساس انه جاد وماما وبابا خلص وضعهم المادي صار صعب، واحنا مضطرين جاد واياد وجنى انه نطلعهم المدرسه مؤقتا، وعلى اساس انه راح نطلع على بلد ثاني نعيش هناك بحيث انه ما راح نقدر نكمل مؤقتا. فاللي حيصير حنعمل مقلب بجاد واياد ان شاء الله يزبط. اول مره يعني بالقناه كنا بنعمل مقلب فيهم، فتابعوا الفيديو ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه، قربنا على 10 مليون اخوان. فيلا تفضل. بس يلا لا قبل تدفعوا التحدي هلا ولا لا؟ لازم شوي. ايش في؟ بحكي معكم شغله هسه دقيقه شوي. اول شيء اوقف تصوير يعني؟ لا بس خلي التصوير طلعت صور عاد. المهم شو اسمك؟ بتحكي على شغله؟ كلنا يعني؟ الكل ليش؟ عشان شو؟ انا صار لي يومين غايب عن البيت. انا بالبيت راح بس بابا شوي تعالوا جنبي تعالوا الجامعة سونيا شاطر. اوكي عندنا شوية تطورات هيك سريعة حطوا بالصورة حتى يعني يكون في الموضوع هيك مفاجئ. اوكي الموضوع اللهم صل على محمد انه احنا هلا بنفكر نغير كل التفاصيل. افتحك مالو اما الوقت انه عاجب ماي وراجع انه عاجب ما بصير مقاطع كلامك كيف منتبه شاطر سنود انه نغير كل المنظومة عنا حياتنا مع تطورات جديدة صارت ما بتعرف فيها انتو. عم بنفكر نترك البلد وحد الله او نروح لاي مكان فيه تكاليف ومصاريف اقل، لانه بنمر بظروف صعبة جدا، او هنتخذ اجراءات اخرى اذا بدنا نضلنا هون. من ضمنها بدنا نغير البيت، ممكن نسكن شقة يعني بسيطة هيك يعني على قدنا، غرفتين وصالة. تمام تمام. وممكن نشوف كم مدارس ثانية غير مدارسكم بعد ما تعودنا عليهم. لا نشوف اشياء اقل ارخص. طيب بس تكاليفنا مش كبيرة حتى لو الظروف هلا اصعب مما تتخيلوا، لانه مش حاب احكي بتفاصيل مفاجآت كثيرة. عصومي راح يبيع سيارته ممكن او سيارتين، خليه سيارة واحدة في البيت بنتناوب حسب كل واحد في حدود روح رجعة. يعني انا وانت سيارة واحدة؟ كل البيت سيارة واحدة. طيب ليش؟ لانه بنمر بظروف مادية صعبة. ايش قصدك؟ اذا قدرنا ما عاد الانكم زي زمان. اذا قدرنا احنا كم سنة هون بالكويت بهاي العمارة؟ من زمان. احنا من زمان نقدر ندفع الايجار هون. ليش هلا بتضلك؟ مو بس ايجار بابا، ايجار، مصاريف، مدارس، كشتات، طلعات، حتى المخيم ما في سبب. طب خلص لما قلت لي فكرته غمزه صح؟ لا هذا كان بس انا ما كنت حابب احكي كل الاشياء مره واحده، بس هلا قلت قبل ما نبلش التحدي او البلوك او هيك نحكي بهذه الجزئيه. ما ينفعش اضل اخبي عليكم واخبي عليكم. انا ما حد تقل. وشو في اشياء نقدر يعني حتى لو بدنا نبيع اغراض من البيت اشياء معينه حتى نوفر نضبط حالنا؟ كنت احكي لك اياها زمان دائما. الشوشينو فإن النعمة شو لا تدوم. شوف في عندكم خيارين،
يعني او كم ثلاث خيارات. خيار هون بس حنن نلعب ارخص، ما فيش فيه كل الاوبشنز اللي هون، ومدارس كتير عادية مش المدارس اللي انتم فيها، ونقلل المصاريف. انه احنا اصلا يعني احنا هون اصلا يعني احنا لو بدنا غير ما عندكم هدول هدول بس المدارس خيارات. اصلا اللي احنا فيها اصلا عاديه ما في اقل من اذا احنا المدارس اللي احنا فيها هون اصلا يعني منيح بنتقبل الموضوع. اول شيء اول شيء انا جامعتي بقيلي في اخر سنه بدك تكنسل او انت مثلا كمل اونلاين إذا في إذا مسموح أونلاين أو بدو راح يكمل يحسبوا له مواد ما كان بعد كل الدرس بتكون مش راشد حسبوا له شو نعمل مش راشد حسبوا له ساعات لما راح على عمان أنتوا كنتوا بتتوقعوا إيش إنه تمر بهذا الظرف يوم من الأيام كنا بنتوقع نمر لا أكيد لا يعني ما حد طيب كده توقع هاي توقع إنه إنه عادي يعني بنمر بهيك فترة ونعديها كيف بدنا مرينا فيها ب 2020 ما تحكوا لي لا 2020 كانت كورونا لما صارت قصة لبنان عادي هي قصة ثانية بس يعني في اتجاه آخر كانت يعني عندنا طريقة ثانية أو عندنا مصدر دخل ثاني فكرة برضو كيف نطلع أو بتقعدوا السنة بدون مدارس لا مستحيل أنا ضايل سنتين أتخرج هو عندك حل الموضوع كيف بدنا ندرس إذا بدون مدارس أنا ضايل سنتين من أجل سنة خليك شوفي على الباب انا ضايل سنتين واتخرج لو بدنا نفكر منطقيه احنا رحنا نجرب ونعيش بتركيا 4 شهور صح ولا لا انا وجاد وإياد وماما تاقلمنا انت وعصوم اللي ما تاقلمته لانه عصوم ما عنده ولا صاحب هناك وانت نفس الشيء بس عندك عمو وجامعته هناك صعب اصلا عصوم تعال يا سنود مش على هيك احنا مش حنقدر لو بدنا نروح نعيش تعالوا على جمع عصوم انا وماما وجاد وإياد تاقلمنا بسرعه إنه إحنا قدرنا نكون أصحاب ومدارسنا كانت كتير منيحة كنا كتير مبسوطين بالمدرسة اللي إحنا فيها بس تمام؟ بس أنت وبابا اللي ما تأقلمت بس حتى لو رحتي على تركيا ما حطيك بنفس المدرسة اللي حطيتك فيها ما حطيتك بمدرسة حكومية حطوني من ليش لا لا منها بتعلم اللغة يا طبعا هذا سؤال إيش أنت بابا وش بتحكي جنب تمزح شو مناسبة مزح عامل شو اسمه عامل شو فكر مزح بهون طيب رقم 2 هم مش قادرين إيش أصلك مش قادرين ما معي أخذ في برمجو حالهم ما معي هلا بعاد يحكي لي إنه هو عامل طويل الجنة وجايب كل هاي الفلوس وبيحكي إنه ما حيقدر في ناس بمروا بأزمات عنده رواتب الزلمة وعنده بدفع أقمار صناعية عنده موظفين عنده كذا وانتوا مستهينين بالشغل وبالتالي هاي النتيجة اللي حذرتكم منها من زمان عرفت كيف؟ ما في حدا بيحط رجل على رجل وبتيجي له بيجي له ارزاق عنده لبيوته لبيته والاموال انتوا هيك مو سهلين ماخذين الموضوع سهاله كشتات وطلعات وبر وبحر انا بس نفسي افهم هذا ليه بيضحك وانا بالكره بالتدريب في اشي ضحكني بس تمام ما بصير وانت قاعد بمكان موقع انت اذا ماخذ الموضوع مزح قلنا فوت انصرف جوا لا مو مزح لا جد بحكي اذا ما اخذ الموضوع ما تفوت جوا مو عاجبه خلص نعمل نقرر احنا وانت بتروح ما اخذته مزح ايش هلا انتوا هلا حتضطروا ليش الفريقين انا ما اخذ الموضوع مزح كل شيء فيه مصاريف بدنا الان ننهي اول شيء بدنا نخلي الاشياء الرئيسيه في الحياه حتى مدارس لا مدارس بس بده مدارس رخيصه يعني انت بتكون بتدخلونا مدارس رخيصه انت ما بتضمن المدارس الرخيصه تكون منيحه ولا لا احنا كمان بدنا نضمن مستقبلنا بالدراسه اذا احنا كنا يعني اذا انا مثلا بدي ادرس انا بدي ادخل التخصص البالي اللي هو طب اذا بدي ادرس هون بهالبلد اجيب من 10 الأوائل على الكويت او بتغرب عشان ادرس من فلوسي من اللي هو من فلوسنا وانت بتقول انه هلا فلوسنا عم تنزل يعني دخلنا عم ينزل فأنت بدكم تدخلونا مدارس أرخص وأقل أقل جودة نحن كيف ننجح راح نسكن ببيت أقل مما تعودتم عليه مع الدراسة حنبطل نجيب مدرسين خصوص عشان ما ندفع أنا كيف بدي أنجح هلا تنجح من غير مدرس ما بقدر أنت بدكم تدخلونا مدارس إحنا مستقبلنا أنت بدكم تدخلونا مدارس أقل جودة من اللي إحنا فيها هلا طيب يعني اللي إحنا فيها هلا إحنا مش جودتها عالية المدارس اللي إحنا فيها عادية عصوم بده يفكر يشوف له شغله يشتغل يعني كل بدنا نفكر بشيء هو رجال بيقدر يشتغل اسمع انا ما حتقل
لا من هاي العمارة ولا من المدرسة ولا من كانت مثكة. شوف لك عيلة تانية ما معك فلوس تدفع يعني انت؟ قالوا كيف؟ لا بس لسه يعني الزلمة بيقول لك انه وضع المادة يعني الديكور اللي بيزوروا يبيعوها هذا الديكور كله شكله ماشي بنبيع على الارض معنا الاثاث طيب بعد بعدين هذا مثلا هذا ما له داعي هذا امك هاي مصاريف امك وهو نص نص المشكله سببها امك اه طبعا هاي الاكسسوارات تشتريها قاعد هيك على الفاضي واغراض اغراض المخيم اللي كنت تشتريها انت بدي ابيع اغراض مخيم كلها بلشت اليوم عرضت البقيات للبيع كل اغراض المخيم واللي شباب معكم العصر شو حكيتك الظهر صح ليش قلت لكم جربوه عشان بسلموا شغال زي الناس باقي ما في انشارات خلاص وقلت لكم ما في كمان مخيم كمان السنة هاي حكيته لما حكيت الظهر حكيت بس ما بمزح انا صح يا سند في بقيات لا وين ما في اكل من برا ما في ما عم ناكل كل يوم طبيخ تمام حبيت تكون صورة وين بتبلش؟ بلش انتوا بلشوا التحدي تبعك على التيك توك اذا لكم مرة انا ما يجيش مرة بصراحة لا خلص سدت نفسنا بصراحة طيب شو رايكم؟ لا لا اوكي البيت اوكي بس المدارس ما في خيار اذا بدكم تقلوا مدارسنا لا ودونا على تركيا ما بدكم مدارس حكومية تركيا ودونا مدارس حكومية هون اسمع الحكومة يعني تركيين يعني ولا حدا عرب بقدر اتعرف عليهم لا نووي انا توني متعرف على ناس بهاي المدرسة لا طب عفوا سؤال انت بتقول لي على المدرسة حتى هذه هاي المدرسة والمدرسة اللي قبلها صح اللي مش بالعقلنا الان لا النظام المدرسة القديمة مش المدرسة القديمة انت سؤال انت بابا مش شرح لك وضعه وقال لك انه معوش زلمه بتجادل ليش؟ بتجادل ليش؟ يعني شو النتيجة اللي حتطلع فيها مثلا؟ طب في 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 ناس بصير معهم ملايين وما بفلشوا هو بيعرف كيف رجع فلوسه يعني مين حكى لك بلكي صار معه ظرف الزلمه يا دعالي يعني عفوا انت فلوس يتداين يعني منهم وبعدين كيف يرجع لهم من وين يرجع لهم احنا ما بنتداين لما يستخدم ما بنتداين بابا عمره ما تداين من حدا تخوت انا عمري ما تداين من حدا انت عفوا مش متقبل العيشه يعني ما هو في ناس صحيح في الحمد لله ناس عايشين اقل منك ومبسوطين انت متفوقين واذكياء والاوائل وهيهم وراضين باهلهم انت عشان هاي عشان بابا قال لك بس اترك المدرسه واترك البيت عملت مشكله انت مش متقبل عفوا اللي عملت فيها حتى لو اصحابك موجودين هون عاد تتعرف في عندك جيران بالبيت الثاني انا بس افهم انت يعني متصالح مع نفسك ومع الوضع هذا مش فارق معه معلم نجح درس ما درس طلعوه من هلا افتحوا له ورشه معلم ما عنده مشكله الشباب جنى شو ردك ماما؟ انا ردي ان انت اعطيتنا ثلاث خيارات الاردن او هون بعيد عن الدول خليكم الدول خلص نضل هون ماشي بعدين نضل هون بنفطر نضل هون من غير البيت احنا اول شيء ما بنقدر من غير البيت وعصوم هو كزلمه ورجال بروح بشتغل واترك الجامعه لا ما بترك الجامعه فيك تواجه هذا بين الشغل وين ادفع مصاريف بدك تشوفك شغل تشتغل معي الشهاده طيب انا هلا هذول الشباب اللي تسهر معهم ليل ونهار انت اه اصحابك هذول حتيلي وكحلوت وراشد ومش عارف مين وعبد الله خذهم واطلعوا لكم ورشه في هون عراض شغل روح واشتغلوا بيه وعاكلوا لا لا بالأفنيوس في كتير محلات بدها بنروح في أهم شغلة تشتغلوا بدون شهادة بتدبر حالك بدل ما انتوا قاضين لأنتوا برضو كمان كنتوش حاسين بهالمسؤولية خلص سنود اه سند قاضين لي اياها سهرات حبيبي اعطيني اياها لو حنبدل بيوت على الأقل ما تجونا على بيتنا اللي بجابرية نفس الإشي ترى ايش نفس الإجابة أرخص لا انتوا انت كمان قاضين لي اياها مع الشباب طلعات وكشتات وسهرات ويلا تعالوا نطلع واخر شيء بتجيبوا بزر زي ما تجيبوا لحم هاي افرح انه جايب بزر بس شكله قاعد تقط انت نص الهاي ارخص البزر من اللحمه ليش عزموني طيب يعني عفوا انت بالاخر مش راضي بالموضوع؟ لا هلا مش راضي انه بابا يعني بابا مش قادر هلا يدفع له؟ حكيت انه مش راضي انه لو انتقلنا من تعال هاي العماره العماره مليان شبخ انزل شوف لك عيله ايش معك هيك حالك خلص انسى العماره وانسى المدرسه المهم انه هاي البلد نفسها يعني يعني انت مش حاب تترك من هون معلش انا مش ناوي كل فتره وفتره على مدرسه جديده باخذ اسبوعين لشهر لاتعود على نفس المدرسه طب شو نعمل هذا موضوع خلاص معناته حجه بصيره إيه؟ انا بترك الجامعه لا ما حبيبي ضايل لك فصل مصاريف مدرسه معايا ضايل لك فصل بتتخرج خلاص عادي بجامعتي بوقفها وعادي ما بتروح علي بكمل مصاريف مدرستها حج بشتغل بكمل مصاريف مدرستها الاجيال بتدبرهم انت ما بعرف كيف مؤقتا بس مفيش حل غير هيك انت بتكمل مدرسه ولا توقف
عادي بروح مدرسة ثانية بس المهم تكون منيحة. بس يعني هذا بتكمل مدرسة مش بتوقف؟ لا بكمل عاد. انت عزيز لك إذا كنت خاطر تبطل مدرسة صح؟ لا. طيب شكرا لكم. هذا كان مقلب اليوم. هيا الكاميرا اخر اشي هلا بس شفت الكاميرا اللي هناك وهي الكاميرا اللي هناك اي عارفين انه مقلب؟ لا انا اكل المقلب اكثر واحد هذا بس وانت كمان انا اكلت كمان حاجة هلا عرفت انه مقلب انا هلا بس اشتريت اضرب على الصوم بس لمحت الكاميرا للتليفون اللي هناك بس انا لمستوني انا ليش اول من اول تعدي بضحك اجيت قعدت جديدة انت جاي بالكاميرا هاي انا جديد اخو هاي تليفون ياد تليفون ياد بس يطلع كاميرا المهم ريكورد المهم اكثر واحد اكل المقلب شكرا سنون تليفون ياد بس ارد فعلك ما عجبتني للامانه ما بصير تكون هيك ما بصير بس انا جايبتني الفزع وسنة تصور سنة تساله بس هذا الاشي ممكن يصير على جد يوم الايام هلا جد هلا سي والله جد سي هاي هذا سومي استنى خلي سنه تكمل هلا كاميرا تفاحه والعنب مع شوكولاته والهذا ماما مجدد شكرا الى شكرا شكرا احنا هلا بنصور وبعيد عن المقلب تمام بس بابا بتعرف وبابا قبل القناه وزمان كان وضعه عادي جدا هو ماما ورب العالمين رزقهم بس اجتهدوا واحنا هلا دورنا نجتهد صح ولا مش غلط صحيح صح ولا مش غلط اه كلام صح لانه صدمتك فلذلك الذي شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد تمام فهلا دوركم يا جاد واياد وجنى وانا الحكي ما موجه رجع كنت عم فكرني اني سدات المقلب بس لا احنا سيبك من المقلب انا بحكي نحكي عن جد هلا هاي بابا وماما قدام والله انا عادي ما عندي مشكله تغيير مدرسه وبيت بس المهم المدرسه تكون منيحه طيب وانا سجنة اياد سيد اياد ورا الثانيه هيك لقدام حاول تدرب نفسك وهدب نفسك على انه تتقبل اول شيء هو عرفت انه مقلب عشان هيك انا بتصرف سيبك من المقلب قال لك اسمع كلام اخوك درب نفسك على انه انت تعيش كل الظروف دوام الحال من المحال من المحال صح ولا لا؟ صح فالواحد بيشكر ربنا وبيعمل والباقي على رب العباد لكن ما يقعد يقول والله اوف كنا عايشين هيك وهلا كيف نعيش هيك يا الله تحطمت نفسيا راح تدمر انا ما بصير لا لا ما بصير صح بده يفكر شو السبب تقصير الشغل او لا سمح الله معصية لله او اهمال في الطاعات صحيح صح كله هذا بيسبب ايش قلة الرزق ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا يعني صعبة صح متعبة ونحشره يوم القيامة أعمى كيف فاليوم اللي بيعرض عن ذكر الله بيخلي ربنا عز وجل إيش لا يرزق الرزق الحلال الطيب صح واللي بتكاسل ونايم وبياكل وبيشرب يشرب وياكل وياكل كل يوم هيك وكشته ورحنا وكشته وطلعنا ونمنا ما السماء لا تمطر ذهبا ولا مالا عرفتوا؟ صحيح بس هيك نكشي كانت على اساس انه تصحصحوا شوي وما تاخذكم الحياه شكرا لكم تمام بس يا بابا ممثل اسمع باخذ الموضوع كثير جديه وانا جد اسمع عصبت انه يعني اذا انا سبت كل شيء انا؟ اذا انا سبت كل شيء وركزت انه هو بده ينقلني للمدرسه انه اصلا ما في يعني اذا بدك تلاقي مدرسه اقل من العاده انا فعليا هو المدارس اللي ما فيها ترى عادي يعني عادية جدا يعني برضه انت اقل من هيك ما بس انت بختار انا مدرسة عادية جدا يعني ما اسمع هو بس منيحة منيحة بالمدرسين والطلاب طبعا لا لا طبعا بس هو اذا وبعدين بقول له جنب مدرسة غالية لقد نجحنا في المقلب واحد مش فارقة معه اسمه جاد مقداد ده راح يدرس في مدرسة مش مدرسة الثاني استفز الثالث استفزت بس كشفت الموضوع باخره كشفت الموضوع باخره وماما اصلا مش معنا بالعيلة كلها انا بعرف المقلب عشان هيك قاعده مش عارفه شو بدي احكي سألت انا بطلع شكرا لكم يعطيكم العافيه مع السلامه